وخلينا برضو نصبح على زميلتنا دينا شرف ونروح نتعرف منها لهي اخر اخبار الطقس والمرور في العاصمه القاهره وفي باقي المحافظات. صباح الخير لك يا دينا. صباح الخير يا مصطفى. صباح الخير يا بسنت. صباح السعاده والتفاؤل على كل المصريين في كل مكان. صباح الفل عليك. الجو حر حر خلاص بقى، والرطوبه عاليه، فاحنا بنحس بدرجه الحراره بشكل كبير. بس في رياح بقى، اتربه، الحاجات دي ان شاء الله؟ لا النهارده ما فيش. خلصت الاتربه يعني ما حدش ضامن حاجه لسه، اكيد هنعرف تفاصيل اكتر، لكن خلونا دلوقتي نستعرض مع حضراتكم احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر. شارع رمسيس، وهنبدأ معاكم طبعا من محافظة القاهرة، وشارع رمسيس بيشهد كثافات مرورية متوسطة في الوقت الحالي، مكملة لحد ميدان العباسية. ولو هنفضل ماشيين لحد تقاطع شارع صلاح سالم، وهناك هنلاقي برضو في كثافات بسيطة غير مؤثرة. لو كملنا لحد ما نروح كوبري الجلاء، هنلاقي في سيولة مرورية مكملة لحد طريق العروبة. وعند الكوبري المطار في كثافات نسبية غير مؤثرة هتبدأ تختفي واحنا داخلين على طريق المطار. ظهرت كمان بعض الكثافات على كوبري الحدائق القادم من الزاوية ومتجه للفنجري، كذلك الأمر على كوبري المطرية القادم من الكابلات. نروح معاكم لشوارع الجيزة علشان نستعرض هناك الحالة المرورية. شارع الهرم بيشهد كثافات مرورية بسبب غلق الشارع في الاتجاهين، ده بسبب أعمال إنشاء خط المترو الرابع، والكثافات بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية. لسه مكملين كمان في شارع الهرم الرئيسي، واللي بيشهد أيضا تباطؤ في حركة السيارات، ده بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية. وهنروح منطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والتربية. ظهرت كمان بعض الكثافات في منطقة مشعل، وكثافات من شارع العشرين والحد الطلبية، كثافات كمان للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع اللي بيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين. بتظهر كمان كثافات على محور صفت اللبن المتجه من الدائري وصولا إلى شارع السودان، في كثافات مرورية متحركة. كذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني، ظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي. لكن اللي رايح المهندسين ومتجه لأكتوبر، في سيولة مرورية كبيرة على المحور، وبتظهر كثافات بسيطة على محور 26 يوليو اللي جاي من أكتوبر، وبتستمر لحد ميدان لبنان. نروح معاكم لمحافظة أسيوط وقدام مستشفى الجامعة، اللي بتشهد هناك سيولة مرورية مكملة لحد جامعة أسيوط، ولما نوصل هنلاقي كثافات مرورية بتبدأ تظهر ومكملة لحد شارع المعلمين، بتقل بشكل تدريجي لحد طريق الدائري وكمان في المحافظة. أما طرق بقى الخارجية زي طريق أسيوط الغربي في سيولة مرورية، طريق المنيا أسيوط أيضا بيشهد سيولة مرورية. مكملين معاكم ونروح الإسماعيلية، ولو بدأنا من طريق مبنى ديوان عام المحافظة هناخد طريق عثمان أحمد عثمان، اللي بيشهد هناك سيولة مرورية كبيرة مكملة لحد بداية شارع 6. وفي الشارع هناك بتبدأ تظهر كثافات مرورية متحركة بسيطة جدا، هتبدأ تقل وتختفي لحد ما نوصل لطريق الشهيد عبد المنعم رياض. هنروح لطريق أحمد أبو زيد، اللي هناك فيه كمان سيولة مرورية مكملة لحد طريق الإسماعيلية الزراعي. ومن جولتنا المرورية هناخدكم في جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، في نشاط رياح على بعض المناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس غائم جزئي على بعض الأنحاء. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 33، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 40، وأقل درجة حرارة في مطروح هتكون 26 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.